مساء الخير مشاهدينا وين ما كنتوا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من زي كونكت بالعربي. مواضيع ولقاءات وتغطيات راح تتابعوها معنا بهذه الحلقه. وبداية لقائنا مع الفنانة رانيا يوسف مستمر، وسألناها عن علاقتها بأولادها وكذلك عن تجربتها في عالم التقديم. يا ترى راح تكمل فيها ولا لا؟ أما دلوقتي خلاص يعني كبيرة الحمد لله 20 سنة. الأسماء مين؟ ياسمين 20 ونانسي 17، وخلاص يعني المهم إن الحمد لله كبروا شوية وابتدوا يعتمدوا على نفسهم، وأي حاجة معهم على التليفون طبعا يا مامي الحقي. أنا عندي الاثنين بيحبوا الطبيخ جدا، بيحبوا المطبخ وبيحبوا ينزلوا يعملوا حاجات لنفسهم. ياسمين بتدرس بيزنس ونانسي لسه في تانية سنة. هل تحتاج رانيا لرجل بحياتها؟ وبرأيها لما تكون المرأة مستقلة ماديا ممكن تستغني عن الرجل؟ كل المميزات اللي انت قلتها دي هي نفس العيوب، كل المميزات اللي الناس بتبقى شايفاها من بره بتبقى هي نفس العيوب، لانه مش كل رجالة تقدر تستحمل الست الناجحة اللي اغلبية وقتها لشغلها، انه بيبقى عايز طول الوقت حد يهتم بيه ويدلعه، وانا مش هسيب شغلي واعمل كده الا لو ما عنديش شغل الا فترات الاجازة. وزي ما انت شايف شغلنا صعب، يعني شغلنا مش اي راجل يقدر يستحمل شغلنا، عشان كده في ناس كتير ما بتعمرش بالذات الفنانات، لانه عشان يعني يعملوا البالانس ده لازم يضحوا بحاجات كتير قوي. وانا في اول جوازي ضحيت كتير، اول ما خلفت ياسمين بنتي قعدت حوالي سنتين او ثلاثه ما بشتغلش لغايه اما كبرت شويه، بس لظروف الحياه اضطريت انزل اشتغل، وبعدين انا بحب التمثيل. فهي على حسب كل واحده، هل بتقدر توازن، هل الراجل اللي معها بيقدر بيفهم بيراعي ده بيشيلها بيقف جنبها ولا ما بيقفش جنبها، ولا بيديها اعذار ولا بيحملها نتيجه شغلها ونجاحها. اول زيجه كانت 12 سنه استاذ محمد مختار، وعندي بنوتين ياسمين ونانسي. تاني زيجه 4 شهور، ودي طبعا دي اشهر زيجه، لطيفه جدا، ما كملتش 4 شهور. مهم اسمه بقى خالص عشان انا بحاول اساسا افقد الذاكره بعد الجوازه الاولى على طول، يعني عشان ايه. وتالت زيجه كانت المهندس طارق عزب، ودي استمرت 6 سنين تقريبا. انا اساسا ما كنتش ناويه اتجوز تاني وتالت، انا لبست في حقي يعني اتدبست، ما مش عايزه اتدبس رابع. لا الحمد لله عمري ما كنت بسند على راجل، يعني انا حتى لما كنت متجوزه محمد مختار ما سندتش عليه، يعني ما سندتش عليه في شغلي، ما سندتش عليه في الحياة، سندت عليه بس في الخلفة والحمد لله جوه ياسمين ونانسي. فبالنسبة لي لا عمري ما سندت على حد، الحمد لله على ربنا وعلى مجهودي وشغلي بعد كده.